التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا نجدد لكم التحية والغى مع انطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثامن الذي خصص لفئة الجعدة. نبدأ بالصدارة وبالمركز الأول في هذه اللحظات، تتابع المقدمة والصدارة. يأتي هنا الذيب رامس بن محمد بن سلطان العويسي يحتل مقدمة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني أرى الوصول على ثاني المراكز، وهنا يتقدم مع المركز الثاني. قدمنا يعلي شوي لتتضح لنا الأرقام في هذا المسار الجميل، وتابع هناك مع المركز الثاني. ويأتي هنا الفارس سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يتقدم وياتي شاهين سالمين بن مبارك بالطماطم العامري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث ارى الوصول ارى الانطلاق من قبل اللي هو شايم عبد الله بن مطر بن سلطان بن شميل ايضا بن شميل اللي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس ياتي هملول محمد بن سالم بن سهيل العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمسة المراكز الأولى، لكن عوده إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. وها هو الفارس، الفارس اللي مسيطر نحو المقدمة، نحو المركز الأول والصدارة الأولى في هذه اللحظات. يتقدم بشعار سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري، بينما ياتي في المركز الثاني شاهين سالمين بن مبارك العامري يتقدم مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات هملول محمد بن سالم بن سهيل العامري. والمعركه المعركه الغويه يا سلام يا سلام، غير هملول وتسلل الى مقدمه هذا الشوط، الى المركز الاول محمد بن سالم بن سهيل العامري، راح الى الفوز، راح الى الانتصار، الى هال العين، الى هال العين. سلام عيناوي، سلام سلام وتحيه واحترام على فوز هملول وانتزاع لناموس هذا الشوط، ينفرد عن بقيه الاسماء. ها هو يعانق الفوز، يعانق الانتصار. تهانينا لمحمد بن سالم بن سهيل العامري على فوز هملول، بينما وصل في المركز الثاني. في المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الاعزاء علي لحمد بن حميد بن خميس الوهيبي، المركز الثالث وصل فيه اللي هو شاهين لسالمين بن مبارك بالطماطم العامري. هكذا هي النتيجه للثلاثه المراكز الاولى. عوده بالتهنئه والناموس الى مالك هملول. التوقيت الزمني دقيقتين و59 ثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن سهيل العامري، تهانينا لجميع الفائزين.